واحد وواحدة منا يتابعهم حتى وإن لم يكن يعرف ذلك. هم في كل منصات السوشيال ميديا، وتأثيرهم على حياة الناس اليومية لا يستهان به. العديد منهم يحققون دخلاً ممتازاً من كل لايك أو تعليق على منشوراتهم. إنهم الإنفلونسرز، المؤثرون الذين قلبوا كل قوانين لعبة التسويق والترويج التجاري في مجتمعنا العربي. أوكي حبيباتي، أول إشي رح نبلش مع هذا الفستان بما إنه إسا إحنا في فترة روز منها. هي بلوجر ستايل، عملها الأساسي هو عرض ملابس أو منتوجات أخرى لجمهور متابعينها، وهذا يكفي من ناحيتها لراتب شهري مضمون. عندي أصحاب المصالح هن اللي بيتواصلوا معي علشان نقدر نوصل لوضع إنه نعمل إعلان اللي هو تنسيق أو موديلينج، مش شرط إنه يكون على ستوري مثلاً. الإعلان هو مفروض يكون مربح للمحل نفسه، وأنا بتكل في هذا الإشي على البلاتفورم الموجود عندي اللي هو المنصة تبعت الإنستغرام. وطبعاً الإشي مربح للشقتين هنا، it's a win-win situation. يعني عندك المحل نفسه هو بيعمل بيع وبرضه تسويق لنفسه، الناس أكثر بتعرفه إن كان في المنطقة عنا أو برا، ومن ناحية ثانية أنا برضه هذا شغل لي اللي هو شغل جداً جداً بيعني لي، يعني لأنه أنا من المجال نفسه. أما عن نجاعة هذه الطريقة في التسويق، فبحسب أصحاب المصالح النتائج ممتازة في تطوير وتقدم مصلحتهم. من تجربتي الخاصة مع بلوجر حسيت الفرق اللي كان في الأرباح وفي طبعاً عدد الزباين والمناطق اللي إجوا منها زباين، لأنه أنا مش عايشة في منطقة اللي هي مركزية أو منطقة سياحية، إنما بلد حيادية وصغيرة كمان. عائلة أبو المدحت من مجد الكروم دخلت عالم الشهرة من أوسع أبوابه، الأب، الأخ والأخت، كلهم موجودون على منصات التواصل ومتابعينهم بعشرات الآلاف، مما غير من طبيعة حياتهم. كنت أشتغل بالإقصارة، بعدين جاني وصلت عائلة بلوجرز، صار عندي رقم، دشرت هذا الشغل، سبب إني صار بدنياني للدعايات، في نفس الوقت ما حبش أساوي دعايات، بس صرت إنه يقولوا لي لا بدنا إياك أنت، بالذات أنت أبو مدحت إحنا بدنا إياك لدعاية. ليه؟ أنت بتجيب عدد، أنت بتجيب ناس. فدشرت لإقصارة وصرت هيك يعني خفيف أساوي دعايات، ألاقي مصروف جيبي. هذه العائلة استغلت الركود الاقتصادي في أزمة الكورونا لتترجم متابعينها على شبكات التواصل لزبائن في مقهى افتتحوه في بلدهم يعج بالزبائن الذين يزوروه من جميع أنحاء البلاد بلهفة وحب استطلاع للتعرف على هذه العائلة. السوشيال ميديا ساعدني من الدعاية طبعاً، إنه نرجع الأخت عندها العدد والناس حبيبتها، وأنا كمان كان عندي عدد وأبوي عنده عدد أخ ومرت أخوي عندها عدد، فهذا الإشي ساعدنا كثير من ناحية الدعاية برسومة إنه الناس تعرف إنه في محل عم بينفتح، فهذا الإشي كثير ساعدني من ناحية الزبائن. الناس يعني أول ما فتحت قبل ما أفتح أصلاً كنا إحنا نشتغل بالمحل، الناس تيجي بدها تجرب بدها تقعد معنا. أما الإعلانات والتسويق فبات جزءاً لا يتجزأ من حياة هذه العائلة والدخل الرئيسي في حياتهم. بغض النظر الإشي منيح مش منيح، بنصح فيه بنصحش فيه، بس مجرد أنه تطلع على السوشيال ميديا وتمثلي شوي حتى أنه هذا الإشي ممتاز، خلاص هذا الإشي عن جد بيصدقوك أنه هذا الإشي ممتاز ومشتروه. يعني أعطي مثال هيك صغير، أنه إحنا رحنا على مطعم العيلة عملنا له دعاية، صاحب المطعم قالنا انه هن هذا اكثر رمضان اشتغلوا فيه، والناس صارت تروح تطلب الطاوله اللي قعدوا عليها دار ابو المدحت، الاكل اللي اكلوه. اثبتت احصائيات السوشيال ميديا الحديثه ان 86% من النساء و70% من الشباب يفضلون البحث عن المؤثرين بالسوشيال ميديا والاعتماد على ارائهم بشكل كبير قبل اتخاذ قرار الشراء للمنتجات، مما جعل من شركات الإعلام تبني المؤثرين في تسويق أي شيء. أما المعطيات من عالم الإعلان فتفيد بأن الدخل الشهري لمؤثر عنده أكثر من 100,000 متابع قد يتجاوز 15,000 شيكل من الإعلانات ونشاطات الترويج التجاري. في عصر شبكات التواصل الاجتماعية التي تسيطر على حياتنا، أصبح وجود المؤثرين الإنفلونسر أمراً واقعاً ومجال شهرة جديد وبارز. السؤال الأكبر في نهاية المطاف هو كيف يؤثر هؤلاء المؤثرون وإلى أي مدى تكون علاقتهم بمتابعيهم صريحة وصادقة، خاصة فيما يتعلق بتسويق المنتجات أو الخدمات التجارية المختلفة.